عندما نعراشد الواسمي أبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه وبيض فعوله والله إنه ما يصك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات لا جوه الرياجيل بسهولة يقضي الحاجات لا جوه الرياجيل بسهولة الشعر يبع من الشعر بشكل لا إرادي يمتلي صدره من أحرفه وبلسانه يقوله الظليل في تباشير السعد ما هو بعادي لين شفت النور مبت رتجه من ثور حوله مرحبا عند الوسامة ما تخلي الجو هادي كأنها دوي المدافع في مدان الظلم هولا وصل بيوت المدينة وصل خيام الموادي صوتها عندما نعراشد الواسمي عندما نعراشد الواسمي يبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه بيض فعوله الله إنه ما يصك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات لا جهه الرياجيل بسهولة له ولد عز الله إنه ما هو بشخص اعتيادي كل طيب ما يطول ولا ترى فيصل يطوله لو يجي حلي يشيله طيب ما يقف حيادي نفال مر الكايد أشال الحمولة أنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد سيرتك عنبر وكادي عطرك حفصك على ما قاله الله ورسوله كن طيبك له بطولة وجماهير ونوادي حبر تاريخك على بيض الورق حبك بطولة حي راس اللي مورث هالمراجل والمبادي والردى ما هو من الشعر يبع من الشعر بشكل لا إرادي يمتلي صدره من أحرفه وبلسانه يقوله الظليل في تباشير السعد ما هو بعادي لين شفت النور مبت رتجه من ثور حوله مرحبا عند الوسامة ما تخلي الجو هادي كأنها دوي المدافع في مدان الأرض المهولة وصل بيوت المدينة وصل خيام الموادي صوتها عندما نعراشد الواسمي عندما نعراشد الواسمي يبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه بيض فعوله الله إنه ما يصك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات لا جهه الرياجيل بسهولة له ولد عز الله إنه ما هو بشخص اعتيادي كل طيب ما يطول ولا ترى فيصل يطوله لو يجي حلي يشيله طيب ما يقف حيادي فوق مدنة فالمر الكايد أشال الحمولة وانت يا نواف راشد وانت يا نواف راشد وانت يا نواف راشد سيرتك عنبر وكادي عطرك حرصك على ما قاله الله ورسوله كن طيبك له بطولة وجماهير ونوادي حبر تاريخك على بيض الورق حبك بطولة حي راس اللي مورث هالمراجل والمبادي والردى ما هو من طبعه ولا هو من ميوله والردى ما هو من طبعه ولا هو من ميوله يوم سمت سعد شدت بالخوة شدادي أشهد أنه واحد مخلوق من طينة رجولة شايف أن المرجلة عقيدة الرجل الجهادي كل ميقاف نسب روحه وخدر البطولة الفعل لو كان له دولة وله منصب سيادي ما يحطه غير في كرسي الأمير أمير دولة ما يحطه غير في كرسي الأمير
من دولة